عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي كوزين فدوى مع فيديو جديد مع وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم الكفته ديال الحوت بطريقه مختلفه. ان شاء الله غادي ندخلها الفران. اول حاجه غادي نبدا بالمكونات. عندي هنا كيلو ديال السردين اللي منقيه ومطحون من قبل، عندي هنا قزبره ومعدنوس، عندي حامض معصر، عندي هنا 6 ديال الفصوص ديال الثومه، عندي الصلصه ديال طماطم، عندي هنا التوابل كمون سكينجبير ابزار تحميره، غنضيف الملح حتى هي. عندي هنا بطاطا مقطعه دوائر سلقتها غير مسلقه، عندي هنا جوج مطيشات مقطعاهم دوائر وشويه ديال الفلفل حلوه، جوج بصلات حتى هي اللي منقيه مقطعه دوائر، شويه ديال الروز عادي. طبيعه الحال غادي نجيبوا المول فاش غادي نخدموا المول اللي عجبكم. انا اختاريت هذا. اول حاجه غادي نبدا بالسردين هو الاول، غندير شويه ديال الربيع، عصير ديال الحامض، عطريه، شويه ديال الجزر، شويه سكنجبير، شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، ثومه، غنضيف الرز ديال مسلوق، الرز عادي. غادي نخلط المكونات مع بعضياتها. هادي هنا راه شربتها مزيان، المكونات راه انسجموا مع بعضياتهم. دابا غادي نجيب المول ديال الدجاج. انا اختاريت هذا، ممكن ديروا اللي عجبكم. غادي نهز واحد القطعه ديال البطاطس اللي مقطعه على شكل دوائر، وغندير واحد الكويره ديال السردين، ضروري غنكورو السردين، وواحد الدائره ديال المطيشه قدامها، غادي ندير البصله، وغادي نستمروا هكا نفس الطريقه حتى كنساليو الكميه اللي عندي كامله بهذا الشكل. انا غادي نستمر حتى نساليه ونتلاقاو معايا. انا كملت المول ديالي، ستفت فيه الخضره والحوت اللي درت كواري معكم. دابا صافي راه غادي نعاود نزينو بالفلفله اللي بقات لي، كنديرها فوق الحوت بهذا الشكل، غندوز عليهم كاملين حتى نسالي دوك الحبات اللي عندي. صافي ساليت الفلفله. دابا غادي نجيب ديك الصلصه اللي درت اللي قلت لكم ديال المطيشه، هي هذه، غادي نضيف عليها العطريه اللي بقات ليا، غنخوي هذيك الصلصه ديال المطيشه، غنزيد عليها الربيع اللي كان بقى ليا قبيله، نزيد عليها الثومه، نضيف عليها التحميره، كمون، سكينجبير، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار عفوا، عاد غادي نضيف الملح، غنضيف نص كاس ديال الزيت البلديه، غادي نخلط مزيان، دابا غادي نخوي هاد لاصوص اللي وجدت فوق الخضره وفوق الحوت، وغندخل الفران يكون شاعل من قبل من الفوق ومن التحت حتى كيطيب. دابا غادي ندخلو الفران وغنشعل عليه من الفوق ومن التحت. شوفوا معايا، هذا هو الحوت ديالي كويرات اللي بالخضره كما حضرت معكم، جا على هذا الشكل، جا رائع، وجات الخضره معلكه وجا بنين والريحه طالعه زوينه. نتمنى تجربوه ونبدلو شويه على المعتاد، وما تنساونيش من لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا.